إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك تسعة المعصومين ذريتك وبنيك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلم. اليوم تقول له غريب يا ليتنا كنا معكم سادتي معكم لا مع غيركم فالفوز والله فوزا عظيما ذاك البنا لو ان ذلك يحصل يا كربلاء يا كربلاء أنت إلا بقعة المجد الأثير ما أنت إلا جنة الفردوس أو بيت الخليل. ما أنساك شيخ أحمد أعمال الله الله يرحمه خدمة الإنسان نقرأ القصيدة أتذكر وحفظني إياها القصيدة الله يرحم خدمة الحسين شيخ حسن زين شيخ حسن القيسي لمحمد صالح راحة ربونا على هالمجالس عمره هالمنابر هذا اقرا له ان شاء الله ختام المجلس الفاتحه ما ننساه. يا كربلاء ما انت الا بقعة المجد الاثيل ما انت الا جنة الفردوس او بيت الخليل قامت قواعده بكل مبجل شهم النبيل انت النجاة لمن يزورك من عزيز أو ذليل كم فيك من قمر ومن بدر هوى بين التلول والعليه مستبزل الأفلاك أفلاكا بأحقاف الرمول منهم قال كعلي الليث الهزاب والقاسم البر الوصول وبعد وبالفضائل والفواضل صاحب العلم الطويل فجور اول المجلس من زندك المقطوع ساقي عطاشا كربلا ببارد كسر سبيل سوى قال ضحى بمجب مهجته ففاز وحاز للذكر الجميل
صاحبة العزاء. يا عيوني هي أم قاعدة على التراب تقول تخيل هذا قبر ولادي. قل لي يما أنا ما شفت بكربلة ايش سويت، لكن زينب اجت سولفت لي. يما يقولون يا ابني بالواش حقيت الصفوف. علي المجلس لو عليها هي اللي تقول رحمك الله يا ابو يوسف. يقولون يا ابني بالواش حقيت الصفوف ودارت عليك الخيل يا ابني بزان وسيوف. والدمى من روحك تسيب. تمسك بايدك ان شاء الله من البنين تقرا وياي. مفضوخ راسك والدمى من روحك تسيب. ولدي العباس.
الله يا أم البنين. أخ 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 يا أم البنين شل عظمة رسول الله يفتخر بيها يوم القيامة، علي يفتخر بيها، فاطمة شايلة راسها بيها، كل الكفال لولدي العباس. وما قصرت وما قصرت أم البنين، اجت تهرول أم المصايب كعبة الأحزان، شايلة الطفل فرحانة بيه، دخلت على أبيها أمير المؤمنين ونخزلت الطفل بالهداوة في حجر أبيها، وفرحانة بيه وراها أم البنين واقفة على الباب فرحانة بولدها وبكرها، وإذا بالطفل يتحرك يفل القماط من بين يديه وتنوح يداه يمينا وشمالا، وتحاذر الدموع خد علي على خد علي. التفتت أم البنين أبا الحسن، أفي ولدي عيب؟ قالها لا يا أم البنين، ولكن انظر إلى هاتين الكفين تخبران في أرض كربلاء. قالت وعلى من؟ قال فداء لولدي الحسين، لطمت خدها نادت أويكون الحسين سالما. لا يا أم البنين ايش سووا بالحسين؟ زينب 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 واقفة قالت أبا أمير المؤمنين، لقد دخل حب هذا الولد في قلبي. قالها بلى يا زينب، الزبيه فإنه كفيلك وستفترقان يوم من الأيام. قالت لأبا، من الذي يترك الثاني، أنا أم هو؟ قالها لا يا زينب، بل أنت تتركينه على شاطئ المسنات وأنت على ظهر الناقة. واجت الايام وهذا الاسد اسد علي، واذا بيوم التاسع. انا اروي لك هالروايه ام البنين، ادري النساء قاعدات وكل وحده عبايتها على وجهها، وما ادري السواد سوادتك يا ام البنين وين، بس انا ادري، لا مو ما ادري، ام العزاء صاحبه العزب تقعد يم الباب يم الباب، انشابت الطلعة كل واحد حاجته بإيده حاجته بإيده يطالع من الباب. أرويها إلك هالمصيبة يا أم البنين، ورفع راسك سيدتي مولاتي، أروح لك بدو رفع راسك، قولي هذا ولدي اللي تحجون عنه، هذا البطل هذا ابني. يوم التاسع قبيل المغرب، وإذا عمر بن نحس واقف، أقبل إليه الشيطان شمر بن الجوشج وطف إلى جانبه، قال يا أمير عمر بن سعد، أمقاتل أنت الحسين؟ قال إي والله، قتالا أيسره أن تطيح الرؤوس وتسقط الأيدي. قال لي سود الله وجهك. قال ما تقول يا شمر؟ قال سود الله وجهك، أما علمت أن في عسكر الحسين رجل لو قاتلنا بشماله دون يمينه لأفنانا عن آخرنا؟ قال ومن ذاك؟ قال ذاك العباس بن علي. قلت لها رفع راسك شم البنين بعد. قال إذا ما نصنع؟ التفت الشبر قال نفرق بين الحسين والعباس. هاي تصير تصير الله يفرقون بين الحسين والعباس. قال كيف؟ قال الحيل عندي، كتاب زور من عبيد الله بن زياد، أجيب نعطي فيه الأمان للعباس ولأخوته. وإذا بالحسين جالس عند باب الخيمة متكئ على قائد سيفه، وأبو فاضل على يمينه، وإذا بالنداء ينادي أين ابن أختنا؟ سكت العباس مرة مرتين، التفت للحسين قال لأخي أبي الفضل أجبه وإن كان فاسقا. ركب أبو الفضل على ظهر المطهب أقبل حتى وقف أمام الشمر، التفت قال يا عباس يا عباس دع الحسين فإن الموت معه وأقبل معنا، هذا كتاب فيه أمان. زعل العباس، مو العراقيين يسمونه أبو راس الحار،
انقهر العباس ايش قال لك؟ قال له سود الله وجهك، قبح الله وجهك، اتؤمنني وابن رسول الله لا امان له؟ هاي وحدة. الثانية أتقول لي أن أترك من خلقني الله لأجله؟ والثالثة يا شمر أبي الموت تخوفني وأنا ابن خواب الغمرات، أنا ابن علي بن أبي طالب. لو عنانه أبو الفضل رجع ظهره صار لمعسكر عمر بن سعد ووجهه صار للمخيمات. قلت لك قبيل المغرب الدنيا بدت تظله، وإذا بالعباس راجع يشوف سواد بين الأطراف. حقق النظر أبو فاضل، هذا الطول طول خيتي زينب. زينب شو مطلعها من الخيمة وراسي شرب الهواء؟ ركز الجواد، أقبل مسرعة في يوم هذه زينب واقفة تلوح يمين وشمال بين الأطراف. مدت ايدها قالت لها ابو فاضل على راسك لا تنزل من على ظهر الجوال. اخي ابن الفضل احدثك بحديث. قال اخي حدثي فلقد حلى وقت الحديث. قالت لعلم يا ابن والدي لما ماتت امي فاطمه قال ابي علي لعمي عقيل اخطب لي امرأة ولدت الفحولة من العرب. قال زينب وش في زينب القضية انا اعرفها زين. زينب وش فيك؟ شل تريدين تقولي؟ قلت لعباس اوصيك لا تقصر في نصرة المغرب. قالها زينب انا ما اقصر في نصرة الغريب لكن احس بيك شيء بقلبك شيء. قالت لي يا ابو فاضل قولي يا زينب. قالت له انا خايفه لا تقول ما ادري. وياه سلي قلب زينب. انا خايفه لا تقول المره
اقرا على العباس اقرا على العباس. لكن خلي نشوف ابو فاضل ايش عنده. ابو فاضل ايش عنده ويا زينب؟ قالها زينب خايفه، زينب انا نسيتي، نسيتي يا زينب، نسيتي ذيك الليله، ليله 21 ابونا على سرير الموت. زينب جئتي خائفه الى ابي علي، قلتي له ابا ابا اختر لي من اخوتي كافره. جمعنا حسين من الحنفيه انا واخوتي الاربعه وباقي ابناء ابويا. زينب رفعت يدك اشرت باصبعك الي قلت اختار هذا كافلة. بكلها من اخوانك وتختاري لا باس، بكلها من اخوانك وتختاري لا باس، شفايا وترفع الراس. هذا الحسن وحسين ومحمد وكلهم ضياع ما يهابون الملك. قال تريد من اخوه اللي يخدموني واما الحسن وحسين تخدمهم عيوني، اخواني كلها طال جانت خيروني، كافل اختار البطل عباس الشفيع، كافل اختار البطل عباس الشفيع. وفى ابو فاضل واقف يوم عاشور واذا به ينظر الى اخيه الحسين. حسين يلتفت يمين شمال، خلص ما بقى احد وياه. واقف ابو يستحي يروح للحسين متحير في امره، بينما هو كذلك واذا بكف صغيرة امسكت كف العباس. التفت نظر الى وجهها، وانت تعرفها منو؟ قالت لعباس، عباس يا عمي يا لاهوت. رحمك الله يا مولى احمد العالي، ابيات عتيقة. عباس يا عمي يا لاهوت، انت الذهب وحسين يا طوط، انت الذهب، نعي حتى تقرا وياي، انت الذهب وحسين يا طوط، في وين انا ضمكم عن الموت. يعني عمي تشعر بنار العطش في قلبي. عباس يا عمي جيت يمكم ادور المية من خيمكم. عباس عمي جيت يمكم ادور المية من خيمكم.
عندك الماي اعيدك بالماء سكين. اقبل ابو الفضل وقف بين يدي الحسين ثنا ركبته سيدي ابا عبد الله ائذن لي بالبراز ضاق صدري سئمت الحياة. قال اخي انت العلامة من عسكري انت حامل اللوائي انت كافل العيال كافل اختنا زينب اذا مضيت. قال جمعنا الى الشتات تفت له. قال اخي ابا عبد الله سيدي اسمع صراخات الاطفال البنية العيال ولدك الرضيع صاحبه الحسين خلي الحريم تروح كلها وام الطفل ويا طفلها ولا تروح دولتنا تفلها. لكن ان كان ولا بد ائت لهؤلاء الصبية بقليل من الماء. استبشر ابو فاضل اقبل. اخذ السيف في يمينه اللواء في شماله القرب على كتفه. قبل ما يجي يصعد الى الجواد ابتعد عن الحسين قال تعالي وخيت زينب عندنا الشر واستحي من الحسين قدام. تعالي ابا وصيتش بوصيتي قولي يا نور عيني. قال زينب في امان الله زينب قولي 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 لخي ابو علي التفت لي. هاي اول وصية. قولي لخي ابو علي التفت لي ان كان طحت على الثرى يلحق علي انظر بعيني غرته قبل منية وبلغي سلام يتذكروا نصحهم فلم ينتصحوا. عند ذلك خاض في أوساطهم أبو الفضل العباس فرقهم تفريقا مزقهم تمزيقا إلى أن خلص إلى المشرعة نزل من على ظهر الجواد. أحس أبو الفضل ببرد الماء اغترف غرفة هنا تذكر تذكر وقع شيخي الحسين. بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني. هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. الله ما هذه فعال ديني قبل النهر زعلان حاسر عن ذراع. ويحكم يا طام لئن اوصل العباس السقاء الى المخيمات افناكم عن اخركم بين لنا ما نصنع. قال عزل العباس عن المخيمات حلوا بينه وبين الخيام. تنكست الرايات تنكست الاعلام عاف الشرب ساق العطاش ورجع بالجود بيها بسلطان
وسيفه وصوت بروق ورعوق والروس تمطر والدموم تقول طوفه واذا برايه ابو فاضل تلوح يمين وشمال تكردست عليه الخيل والرجال وهو يقاتل فيهم في اليمين وفي الشمال بينما هو كذلك واذا بصوت من عمق المعركة الله اكبر منو هذا صوت الحسين صوت اخويا ما قدر الحسين يضل على باب الخيمة اجى يلحق على اخوه تحت وجهه من كل ناحية وصوب صاح الحسين اخي ابا الفضل اسند ظهرك الى ظهر اجيتك اجيتك ابو فاضل اسند ظهرك الى ظهري ما العلامة بيني وبينك قال اما علامتي فهي التكبير صاح ابو الفضل اخي ابا عبد الله اما علامتي فهي اللواء ام البنين ويانا علي ويانا زهراء ويانا اريد انا وياك نقرأ انقلهم شيلوا راسكم وكرتنا الجيش وحسين انت خلصه كررت ناخ الجيش وحسين انت خلصه عباس باليمنى وابوسك ناب الشمال صفوا على العسكر من الفردين زلزال والكل قصد خير رفيف العلم نشال رجع بس واحد من اخواننا
اللي علي اولاد داحي باب خيبر لان بقيتم على هذه الحال اثنياكم عن اخركم. قالوا ما نصنع؟ قال اخلوا ميدان الحسين لحد يقاتل الحسين احتوش العباس. فتنكست الرايات تنكست الاعلام اخلوا ميدان الحسين. هنا رفع الحسين يده نادى اخي في امان الله اخي في دعاة الله. رجع الحسين الى الخيمة والراية تلوح يمينا وشمالا والعباس يفرقهم عنه يمينا وشمالا. بينما هم كذلك رأوا ان المبارزة مع العباس غير ممكنة فكمن له ذلك الملعون والسيف في يمين العباس. كردس الرجال على الرجال ضاف الأمى الفضل ورماه بالسيف على يمينه يقول من طاح القمر
أنا هل بعد هذه القضية أذكرها للزهراء تسجلني وتسجلك إن شاء الله. وصل عند أبو فاضل وضع رأسه على فخذه، وضع رأسه في حجره على فخذ الحسين، وإذا بأبو فاضل يريد يفتح العين الثانية ما يقدر عليه، ما يشوف. قال يا هذا بالله عليك إلا ما أمهلتني حتى يأتي إلي ابن والدي. صاحبي الحسين أخي أخي أبلغ زينب عني السلام، قلها سامحيني يا أخيتي. الوصية الثانية أبا عبد الله لا ترفعني من مكاني، أستحي من ابنتك ابنتك سكينة، وقد وعدتها بالماء. أخي عباس ما الوصية الثالثة؟ ما أجاب أبو فاضل. أخي عباس ما الوصية الثالثة؟ ما أجاب أبو فاضل. حركوا الحسين وإذا به قد فارق الدنيا والدنيا. أضرب الله لك يا أجر أم البنين، راح الولد، راح البنيه، راح العزيز. يقول حميد بن مسلم بس بيت والله بس بيت بكسر قلبك واسألك الدعاء، ومأجور ما قصرت بدمعتك. والله 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 واقفين على الباب تاخذ حاجتك من ايدك وانت طالع. يقول حميد بن مسلم رأيت الحسين قام من عند العباس لكن مرحبي يقول شفت يسحب الجواد ويمشي الحسين، وإذا بالعلي بالعزيز بالوديع على باب الخيل. رجع لها قلت لك يا ابن زينب رجع لها.